اهلا بيكم معانا وفقرتنا الاخيره وفقره العبقري المصري اللي بنقول ان الاوان ان احنا نسلط الضوء على عقول كثيره جدا في مصر، مش عشان بس هي بتدلنا او بتقدم لنا اختراعات مهمه، ولكن بتدلنا حاجه اهم من كده بكتير، وهو الامل، الامل في بكره والاطمئنان لبكره، ان بكره جاي احسن، لان في اجيال سواء كبيره او صغيره، ولكن هي اجيال بتفكر لمصلحه البلد دي وفي حب البلد دي، وبتقدم لها حاجات بلا مقابل، وهي مش عايزه اي حاجه، عايزه بس تشوف مصر احسن، وتشوف اجيال طالعه عايشه يمكن احسن من اللي احنا عشناها واللي ابائنا واجدادنا عاشوها. الفقره دي بتديني انا شخصيا الامل، وانا بدوري بتمنى ان يكون البرنامج بيديكوا الامل، وان الاوان ان المصريين كلهم يبقى عندهم امل في بكره وثقه في الله سبحانه وتعالى، ان في ناس كتيره جدا بتفكر في حب مصر. فقرتنا النهارده الحقيقه انا هحاول على قد ما اقدر اقول اللي انا قادره افهمه، وهسيب الباقي لضيفكم وضيفنا النهارده يشرحه، وهو زي ما قلت هو يعني زي سيستم، مش جهاز، هو زي سيستم عن طريقه بنقدر، او سوفت وير عن طريقه بنقدر نحدد اماكن مثلا عمارات، اشخاص، عربيات، اي حاجه انا عايز اعرف هي فين عن طريق السوفت وير ده، بدخل مثلا عن طريق الموبايل بتاعي او ايا كان، واعرف احدد من خلاله المكان اللي انا عايزه اروحه، او المكان اللي فيه الشخص الفلاني، او ايا كان اللي انا عايزه احدده. ده بالبساطه اللي انا قدرت افهمها، لكن التعقيد بقى هسيبه لصاحب الفكره وصاحب الاختراع، ضيفكم وضيفنا النهارده دكتور مصطفى امين عبد العظيم يوسف، المدرس بكليه الهندسه بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا، والحاصل على جائزه الدوله التشجيعيه في مجال العلوم الهندسيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا. يعني هو انا حاولت يعني بشكل بسيط كده. لا ده ممتاز. اشرح حضرتك. الله يخليك. قربتي كويس جدا. الله يخليك، بس انا عايزه حضرتك تشرح بشكل ادق ايه هو طبيعه الاختراع ده. تمام. كلنا عارفين الجي بي اس سيستم، ان الناس بتستخدمه عشان يجيب المكان بتاعه، نسميه اوت دورز او في الشارع، ان انا في اي حته في العالم اقدر اعرف المكان بتاعي، سواء كنت في امريكا او مصر او اليابان، اقدر اجيب المكان بدقه في الشارع بره المباني يعني. التشالنج اللي احنا كنا بنحاول، او التحدي اللي احنا كنا بنحاول نحله في البروجكت بتاعنا او المشروع بتاعنا، ان احنا نعرف المكان بتاع اي شخص جوه المبنى. طب السؤال، طب ليه ما استخدمش الجي بي اس؟ لان الجي بي اس بيعتمد ان انا جاي لي اشاره من الساتلايتس او الاقمار الصناعيه. ومن الاقمار الصناعيه بعيده جدا، فالاشاره بتبقى ضعيفه جدا جوه المباني، ما بتقدرش تخترق الخرسانه، عشان كده ما اقدرش استخدم الجي بي اس. فاللي احنا بنحاول نعمله ان انا باستخدام الاجهزه المحموله اللي معايا، سواء السيلفون او اللابتوب او التابلت بتاعي، ان انا اجيب مكان الشخص جوه المبنى من غير ما استخدم اي هاردوير، عباره عن برنامج بعمله داونلود بيشتغل على الجهاز بتاعي، عن طريقه بقدر اجيب مكان الشخص، اي شخص جوه المبنى بتاعي. طيب احنا بنتكلم هنا على اشخاص ولا بنتكلم على اشخاص، اماكن، عنوان، عربيه راكنه مثلا، انا ناسيه هي راكنه فين، ايا كان. تمام. هو طبعا اكشن اللي احنا بنعمله ان انا بحاول اترك جهاز معين، فالجهاز ده لو موجود مع الشخص هقدر اعرف الشخص فين، لو الجهاز ده موجود جوه عربيه هقدر اعرف العربيه فين، وهكذا. فانا ممكن الجهاز ده ممكن زي ما قلت يبقى في السيلفون بتاعي، ممكن يبقى في اللابتوب، ممكن يبقى في ساعه البسها لشخص لو انا عايز اعرف هو فين، ممكن يبقى جهاز صغير اسيبه في العربيه، وهكذا. بس هو التحدي الحقيقي ان انا اعمل الكلام ده جوه المباني. لو انا بره ممكن اعمل الجي بي اس زي ما الناس بتستخدمه، لكن الصعب وحتى مش موجود على مستوى العالم. لو انا مش ما عنديش، انا يعني حضرتك عايز تعرف انا فين مثلا. تمام. وانا ما عنديش يعني فيش جهاز معايا تعرف من خلاله. ده مشروع تاني او فكره تانية كنا شغالين فيها برضو، ان انا اقدر احدد مكان الشخص من غير ما يبقى معاه اي جهاز. الفكره الاساسيه طبعا ان احنا كاشخاص لينا تاثير على الاشارات اللاسلكيه. فلو انا في البيت مثلا عندي واي فاي اللي انا بستخدمه عشان ادخل على الانترنت. أيوة. ممكن عن طريق دراسه التغييرات اللي بتحصل في الاشاره اللاسلكيه والناس موجوده اعرف في حد موجود ولا لا. مش كده بس، ده انا اعرف اخدها للنكست ليفل، اللي هو اعرف الشخص ده موجود فين، اقدر اقول هو طلع من الاوضه دي، راح الاوضه دي، طلع السلم مثلا، طلع السلم، اقدر اشوف هو ماشي ازاي، مش اعرف بس هو موجود ولا مش موجود. افكر حضرتك تاني والساده المشاهدين ان الكلام ده من غير ما يبقى الشخص معاه اي حاجه.
اه ما هو ده السؤال. بالظبط، يعني زي السحر ما بيقولوا، ان انا من غير اي جهاز اقدر اعرف الشخص ده فين، مجرد ان انا ده ازاي يعني برنامج انا بنزله عندي و ده حتى من غير برنامج، ده برنامج بنزله على اللابتوب اللي انا سايبه في البيت، وخلاص اوتوماتيكلي يران. بالظبط، وانا من خلال السيلولر بتاعي عن طريق السيلولر او الواي فاي انالايز، اعمل دراسه للتغييرات في الاشاره اللاسلكيه، واقدر عن طريق التغييرات دي اعرف الشخص موجود ولا لا، واعرف هو فين. طب فايده الكلام ده ايه؟ فايده الكلام ده مثلا ان انا لو ما فيش حد موجود في البيت اوتوماتيكلي يطفي النور مثلا، لو في حد دخل البيت بتاعي وانا مش موجود. بس احنا اتفقنا ان احنا يعني عايزين بيوت مجهزه كهربائيا، حضرتك قلت عليها سمارت هومز. بالظبط، سمارت هومز او المنازل الذكيه. طبعا احنا لما بنعمل مشروع بنفكر مش لمصر بس، طبعا هدفنا ان احنا حاجه تفيد البلد، بس بنفكر على حاجه عالميه. بالظبط، فطبعا السمارت هومز لسه ما انتشرتش في مصر، بس ان شاء الله في المستقبل تنتشر. الحاجه الثانيه ممكن اعملها اعرف في حد دخل بيتي ولا لا، فدي مش محتاج اي تغييرات في البيت. واوتوماتيكلي يقدر مثلا السيستم يبعت لي اس ام اس او ايميل يقول ان في حد دخل وانت مش موجود. احد برضو الافكار او الحاجات اللي احنا شغالنا فيها في نفس الفكره، ان لو في حد كبير في السن مثلا عايش لوحده في البيت، اقدر اوتوماتيكلي ديتكت انه وقع مثلا، ان هو محتاج مساعده، يديني الارم، يبعت لحد مثلا ولاده او قرايبه يقول ان في حاجه، حاله خطره، تشيك الشخص ده حصل له حاجه محتاج ان انت تتشيك عليه. ممكن اعرف هو بيدخل مثلا المطبخ بانتظام ولا لا، بحيث بياكل ولا بياخد الدواء بتاعه ولا. كل دي افكار سيفيليان او يقدر الناس العاديه تستخدمها في حياتها. طب خلينا احنا هننتقل للاستخدامات الغير مدنيه، بس ايه، خلينا دلوقتي في الاستخدامات المدنيه. هل حضرتك يعني زي ما سالتك قبل الهوا، هل احنا لتطبيق البرنامج ده حضرتك محتاج تعاون مثلا من شركات محمول، من شركات اتصالات، من يعني هل ده يبقى اسهل ولا ما انتش محتاجه؟ طبعا السيستم زي ما بقول هو ميزته ان هو مش محتاج اي هاردوير ومش محتاج اي انفراستراكشر، يعني انا باخد الاشاره اللاسلكيه اللي جايه لي من، هي موجوده اساسا، فانا هي مش موجوده اوريدي، فانا مش محتاج منهم اي، فانا فعلا مش عايزه. لو في منهم تعاون ده هيسرع اكتر، ان دلوقتي في سبورت بقى ان الناس تقدر تستخدم الكلام ده، فهيساعد على الانتشار أكتر. طيب برضو من ضمن الأسئلة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي التمويل. تمام. عشان تطبق حاجة زي كده حضرتك اديتني رقم، أنا يعني هو ما صدق، طب أنا مش هقول هو كتير ولا صغير، بس حك قول. أنا أقوله. طيب أولا المشروع الأولاني اللي هو تحديد المكان جوه أي مبنى، ده اوريدي فاندد او اخذنا منه دعم من شركه جوجل في الولايات المتحده الامريكيه. أيوة. انه طبعا حاجه بالنسبه لهم دي فيري مهمه جدا. طبعا. فده بنسميه سيد فاند، ان هو بس عشان ابتدي المشروع بتاعي. اللي احنا عندنا دلوقتي ان احنا عندنا بروتوتايب، يعني نموذج مبدئي، ان انا اقدر اوري الشغل بتاعي شغال ان اكشن. محتاجين بقى عشان ناخده للتنفيذ، بقى ان يبقى في ايد كل واحد مننا، واقدر استخدمه في اي بيت او في اي مؤسسه كبيره. محتاجين النكست ليفل انجينيرنج، او ان انا اعمل اكشوال برودكت يعني. فاحنا بنتكلم ميبي مئات الالاف، 1 مليون او ولا حاجه يعني. مليون. بالظبط، يعني ولا بالنسبه حاجة للشركات ناثينج يعني، مفيش يعني. طيب خلينا نتنقل بقى للسؤال اللي انا سالته لحضرتك، وحضرتك اديتني اجابه مريحه جدا، وهي الاستخدامات الامنيه. تمام. هل احنا ال 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 هقول ايه، الفكره دي او الاختراع ده ممكن ان احنا نستخدمه امنيا؟ وانا بتكلم هنا امنيا يعني داخل حدود جيش، استخدامات استخباراتيه، كل الحاجات دي، هل هو يعني available او ممكن ان هو يستخدم في هذه المجالات، ولا لسه ما تقدرش تحدد؟ تمام. احنا اتكلمنا على فكرتين، فكره منهم ان انا اعرف مكان الشخص من غير ما يبقى معاه اي جهاز. الفكره دي طبعا لو فكرنا فيها ليها ابلكيشنز مهمه في العمليات الامنيه زي على الحدود مثلا، ان انا اعرف في حد اخترق الحدود بسيمبل هاردوير، بيغطي لي مساحه كبيره من غير ما اعمل انفراستراكشر غالي يعني، بطريقه بسيطه. حاجه تانية مش كده بس، ده انا ممكن احدد الحاجه اللي عدت الحدود دي ايه، لان الاوبجكتس او الحاجات المختلفه ليها سيجنيتشر او بصمه مختلفه على الاشاره اللاسلكيه، فانا مش بس اقدر اعرف في حاجه عدت ولا لا، ودي محلول. بالظبط، انا اقدر اعرف هي ايه، هي ايه كمان. تمام. ده جزء. الجزء الثاني ان المشروع الثاني زي ما قلنا لتحديد الاماكن جوه المباني، ده برضو مهم لتطبيقات مش امنيه قوي، تطبيقات اللي بنسميها الفيرست ريسبوندر او الوسائل المساعده زي المطافي مثلا والشرطه. لو انا عندي حريقه في مبنى مثلا،
فانا يهمني اعرف الاشخاص اللي جوه المبنى فين، بدل ما ادخل عمياني كده بدور الناس موجوده فين، انا عارف هم اماكنهم فين، ممكن اروح لهم على طول. دي بس مش هتنقذ الناس، دي هتنقذ كمان حياه رجل المطافي اللي داخل ينقذه، لانه مش هيدخل في اماكن خطره، او هيمشي ويقدر اعرف هو ماشي ازاي، فزمايله يقدروا يمشوا في نفس الطريق، ده معناه ان هو امان. طيب ايه اكتر الجهات اللي يعني اللي حضرتك شايف ان هي الاختراع ده هتفيدهم قبل الاشخاص، يعني قبل تطبيقه على اشخاص، ايه المؤسسات في اي دوله اللي ممكن تحتاج حاجه زي كده اكتر؟ احنا اتكلمنا يعني دايما ما بحبش ان انا اقول ابلكيشن دومين معين او تطبيق في مجال معين، لان كده انا بلمت نفسي. احنا دايما كل ما بنتكلم مع ناس بتجي لنا افكار جديده، يعني فكره السمارت هوم والمنازل الذكيه اللي اتكلمت حضرتك عليها دي جات لنا من ناس ثانيه مش احنا اللي جبناها. ففي ابلكيشنز كتيره، ده اللي احنا بنقوله بس ان احنا ممكن نستخدمه في الاتجاه ده. كنا مره بنتكلم مع زمايلنا، واحد قال لنا ان استخدمها في حمايه الاثار مثلا، ان احنا بعد الثوره في اماكن كتيره اللي في الصحراء وكده تتسرق وكده، انا ممكن احط السيستم بتاعي يديتكت ان حد دخل منطقه محظوره ويقدر يديني الارم ان حد دخل. يعني زي ما قلنا ممكن نستخدمها في حاجات مدنيه زي تطبيقات الناس الكبار في السن، السكيورتي في البيت وهكذا، استخدمه في تطبيقات عسكريه. وجود الفكره وكل مؤسسه او كل جهه هي اللي تحدد هي محتاجاه بالظبط. وممكن واحنا بنتكلم دلوقتي حد من اللي بيسمعنا يلاقي فكره جديده بالظبط يقول ان انا عايز استخدم. طب المساحات اللي ممكن استخدمها من خلال، وحضرتك قلت لي يعني في نطاق مساحه معينه ممكن اعمل ايه، وفي نطاق اكبر ممكن اعمل ايه؟ تمام. احنا بنعتمد في الشغل بتاعنا على الاشارات اللاسلكيه، فاحنا عندنا تكنولوجيز مختلفة للإشارات اللاسلكية، زي ما قلنا الواي فاي مثلا اللي بستخدمها جوه البيت الليمت بتاعها أقل من برج المحمول. فلو أنا جوه البيت أي حتة فيها كفرج للأكسس بوينت أو فيها إشارة لاسلكية التكنيك بتاعي أقدر أستخدمه. فلو أنا جوه البيت بستخدم واي فاي، إحنا بنتكلم على تنز أوف ميتر يعني عشرات الأمتار. لو أنا بستخدم على السيلولر أنا دلوقتي بتكلم على كيلومترز مثلا. أحد الحاجات اللي إحنا عندنا بابليكيشنز فيها ابتدينا نبحثها برضو إن ازاي اشوف حاله الترافيك او زحمه العربيات باستخدام الاشاره اللاسلكيه اللي جايه من المحمول. فدي برضو انا بتكلم هنا عايز اغطي مدينه كامله، ازاي اعرف الشارع ده زحمه ولا مش زحمه باستخدام نفس الفكره البسيطه. لو في عربيات كتيره هتاثر لي على سيجنال سترينث بطريقه مختلفه، لو في عربيات صغيره. فهي بتعتمد على اجابه سؤال حضرتك، الرينج بتاع التكنولوجي بيعتمد على التكنولوجي الوايرلس اللي انا بستخدمها. لو على بورد يعني لو على حدود بقى، على حدود لو انا هستخدم ممكن استخدم زي ما بيقول دايركشنال او انتنا او انتنا موجهه، دي تقدر تكفر كيلومترات. انا بتكلم على عشرات الكيلومترات ممكن بانتنا واحده وباور عاليه، محتاج بس مرسل ومستقبل جاهزين بس للارسال والاستقبال عشان اعرف هل حد عدى ولا لا. طيب يعني حضرتك عرضت الفكره دي الى اي مدى، وصلت في عرضك للفكره او الاختراع ده يعني اي مستوى من مؤسسات الدوله او من المسؤولين، وصلت لحد فين؟ حاليا اللي احنا عملناه ان احنا زي ما بقول بروف ذا الكونسبت، في انترست حاليا معظمه من بره مصر. من بره مصر اتكلمنا مع زمايلنا في الجهات المنحه جوه مصر وفي منهم انترست كتير. اكشولي واحد من المشاريع دي اوريدي فاندد او واخد منحه من جهه بحثيه جوه مصر. في ناس تانية انترستد قوي في المجال ده، التطبيقات المختلفة بتاعته سواء العسكرية أو المدنية في مجال الاتصالات نتيجة أنه معتمد على الاتصالات. ودايما زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول ندور على جهات منحة سواء عالمية أو داخل مصر عشان ناخد الفكرة بتاعتنا للليفل اللي بعد كده. طيب حضرتك قدمت الاختراع ده أو عملت له بريزنتيشن في مؤتمرات خارج مصر؟ تمام. الفكره بتاعت ان انا اتراك اعرف مكان الشخص من غير اي اجهزه دي بقالنا شغالين فيها حوالي سنتين ثلاثه. احنا عندنا كذا مؤتمر عرضنا فيه الفكره ده. الفكره الثانيه بتاعت تحديد الاماكن جوه المباني لسه جديده، بس الاثنين الحمد لله لغايه دلوقتي عملنا لهم برزنتيشن وبروتوتايبس او نموذج مبدئي في مؤتمرات كتيره وفي اكشلي في جوجل هيد كوارترز. لسه كان اخر مره عزمنا كان في نوفمبر اللي فات وادينا جوجل تيك توك او برزنتيشن علميه لجوجل واتخزنت على يوتيوب، لو المشاهدين مهتمين بالفكره ويشوفوا ديمو ممكن يدخلوا على جوجل. احنا كان يهمنا يبقى مع حضرتك ولو ماده في الميه بس نفهم منها او نعرف منها، بس حضرتك يعني ما شاء الله شرح وافي كافي يعني ان شاء الله. موجوده على يوتيوب لو اي حد يدخل بس جوجل مصطفى يوسف تيك توك هيطلع له ديمو، وفي برزنتيشن تكنيكال وفي جزء منه ديمو وريته في جوجل هيد كوارترز عن الاختراع ده. طيب في البدايه انا او يعني حابه اعرف الموضوع خد منك قد ايه ومن امتى، يعني ابتديت فيه من امتى كفكره
وخد منك قد ايه؟ خلينا نتكلم على الفكره الاقدم لان هي انترستنج، توري الافكار ازاي بروجرس او بتتقدم. الفكره دي ابتدينا فيها من 2007، كانت فكره بس قلنا اتس تشالنج، تحدي ازاي اعرف مكان شخص من غير ما يبقى معاه اي جهاز معاه. طبعا عشان نثبت الفكره دي عملناها في تجربه محدوده جدا، اكشولي كنت لسه في عملناها في بنك، كنت لسه في امريكا، فابتدينا الفكره ان انا عملتها في بنك، خزنه بتاعت بنك، وميزه الخزنه بتاعت البنك ان هي كلها حديد، فما فيش اشارات لاسلكيه بتيجي من بره. فجوه الانفايرمنت الغريبه دي او البيئه الغريبه دي اثبتنا ان ممكن اعملها. بقالنا زي حوالي 3 سنين ما اشتغلتش في الفكره دي لغايه ما رجعت بقى، وبقالنا قعدنا فيها 3 سنين دلوقتي شغالين فيها. فاللي وصلنا له دلوقتي ان انا اقدر افرق ما بين عربيه وبني ادم. فاحنا ابتدينا من، وده انجاز في حد ذاته يعني. طبعا بدي اقول لك احنا ابتدينا من انا مش عارف هتشتغل ولا لا، لغايه دلوقتي بقدر اكيورسي او دقه عاليه جدا اقدر افرق بين اشخاص واعرف في حد ولا مفيش حد، شخص ولا اله. بالظبط. الخطوه الجايه اللي حضرتك حابب تطور بيها الفكره، عندنا المرحله المتقدمه من الفكره يعني. عندنا اتجاهات كتيره. لو برضو احد التحديات الكبيره اللي مواجهانا ومواجهه العالم كله مش عندنا بس، ان جوه المباني حتى لو انا عارف المكان ما فيش خرائط. يعني لو انا فكرت انا عندي خرائط الشوارع في كل الدنيا تقريبا. من ضمن الاسئله اللي كانت في بالي فعلا. لكن التحدي الكبير ان انا ما عنديش خرائط للمباني جوه، حتى في البلد المتقدمه زي امريكا واليابان وهكذا. ممكن تبقى الخريطه موجوده بس مش موجوده الكترونيك، ان انا انزلها على التليفون بتاعي او اللابتوب بتاعي. فاللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان انا بطريقه اوتوماتيك اطلع الخريطه دي في اي مكان في العالم من غير ما حد يدخلها مانيولي. والفكره الاساسيه ان احنا معانا التليفون المحمول في جيبنا، التليفون المحمول ده معايا اولموست 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، وعليه سنسورز او اجهزه استشعار. فانا عن طريق استخدام اجهزه الاستشعار الموجوده في التليفون ده اقدر اعمل الخريطه بطريقه اوتوماتيك. يعني احنا للاسف لقائنا او فقرتنا انتهت والحلقه انتهت، بس يعني لو حضرتك حابب تقول كلمه تقولها لمين او طلب تطلبه من مين ويكون ايه؟ احب في الاخر اكنولج الناس اللي شغالين معايا، زمايلي، والاهم من اهم حاجه طبعا الطلبه اللي شغالين معايا، لان الشغل ده عباره عن تيم ورك، واكشلي الطلبه هم اللي بيعملوا اكبر جزء في الشغل، هم اللي بيعملوا بايديهم الشغل ده، وهم الامل في المستقبل زي ما كان الفقره اللي قبلنا بتتكلم، وزي ما حضرتك قلتي في بدايه البرنامج بتاعك ان شاء الله المستقبل احسن والامل في الشباب. الدكتور مصطفى امين عبد العظيم يوسف، انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك على مجهودك في تقديم يعني فكره رائعه زي دي او اختراع رائع زي ده. بتمنى التوفيق لحضرتك ولكل فريق العمل اللي مع حضرتك، وزي ما بقول دايما الحقيقه يعني في فقرة العبقري المصري باخد شحنة من الأمل كل أسبوع، بعرف إن بلدي فيها ناس قد كده حباها وقد كده بقي عليها وقد كده نفسها إنها تشوفها نور لكل العالم كده، بتشوفها في أحسن البلاد وأحسن الأحوال وأحسن ناس زي ما بيقولوا. هنفضل دايما نقول آن الأوان إن إحنا نقدم الأحسن ونقدم نماذج المصريين الحقيقيين اللي موجودين بينا، ويمكن إحنا مش شايفينهم لكن إحنا عيونكم اللي بنبص عليهم وبننقل لكم أفكارهم وبننقل لكم الأمل اللي جواهم عشان يبقى أمل فينا كلنا. المصريين بخير، المصريين لسه جواهم الخير وجواهم الأمل وجواهم الإحساس والرغبة في النجاح وتطوير البلد. دورنا إحنا إن إحنا نقول آن الأوان إن إحنا نشوفهم ونجيبهم لكم عندنا هنا في برنامج آن الأوان. لحد ما أشوفكم المرة الجاية، بسيبكم في رعاية وحفظ الله، وسلام.